بالنسبة لي أنا أمس كلاعب سابق صفوف فريق شباب محمدية اللي كانت تكون واحد حفل منظم من واحد النادي اللي هو الأم واللي لعبنا فيه وحملنا القميص ديالو في أيام العز. فهذا الانتماء مفخرة لكل لاعب سابق اللي مر على السنين داخل فريق شباب محمدية. هذا التكريم فهو تكريم ليس على أحمد فراس، فهو تكريم قدماء اللاعبين اللي الحمد لله كانت واحد التفاتة على من الناحية الإيجابية، كانت واحد التفاتة لواحد اللاعب اللي عطى الكرة المحلية والكرة الوطنية وحرز على أول كرة ذهبية إفريقية، وكذلك في 76 كأس إفريقيا. يعني يستاهل كل خير، ولكن خاص هاد التكريم اللي هو فيه قدماء شباب محمدية يكونوا أبناء شباب محمدية. الحاج أحمد فراس عاشر ولعب مع واحد الجيل السابق ديال السبعينات، كانوا يكونوا كلهم حاضرين هاد الجيل ديال السبعينات ولو يلعبوا غير 10 دقائق ولا 5 دقائق، يعني كيرجع لهم الاعتبار ديالهم وكيفرحوا بواحد الصديق، ما نقولش لاعب لان كانوا اصدقاء وكانوا عائله الوقت اللي كانوا كيمارسوا فيه الرياضه في داخل الفريق، ويشوفوا وليدات ديال هاد اللاعبين لان منهم من اصبح اب ومن منهم من اصبح الان جد هاد قدماء اللاعبين، ويتلاقاو حتى الوليدات ديال هاد اللاعبين اللي مارسوا السبعينات وفي الثمانينات يتلاقاو مع بعضياتهم ومع وليداتهم ووليد هادو ووليدات هاد اللاعب يعرفوا وليدات الاخر. هذا هو الهدف من 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 يعني من واحد التظاهره رياضيه. وكذلك يكونوا لاعبين حتى هما اللي لعبوا في فريق شباب محمديه سابقين. يعني حميد الصبار ما توجهتش له دعوه باش يشارك، وهذا كتبقى اللجنة المنظمة. ولكن كلاعب سابق وكإطار وطني ماشي معطينا داخل الميدان، معطيناش كإطار وطني، شرفنا مدينة المحمدية وهزينا بمدينة المحمدية في الفروق اللي اشتغلنا فيها، وكان دائما عندنا داك الانتماء ديال واحد الفريق اللي مارسنا فيه، ما عمرو كيفارقنا. يعني كنتمنى ما تكونش هذا هو التكريم الاول والاخير. كاينين قدماء اللاعبين اللي كيعانيو في الصمت، والتكريم غادي نقول لكم تكريم، وهو التكريم نوعين، ما هو مادي وما هو معنوي. يعني التكريم أحمد فراس الحمد لله عنده كاينين لاعبين اللي ما عندهم لا تقاعد ولا مشروع ولا مدخول، يعني ماديا خاص تكون هي التفاتة لهاد قدماء اللاعبين. وكاينين بعض قدماء اللاعبين اللي ما توصلوش حتى بهذيك التذكيره ديال الدخول للملعب، بلا ما نقول لكم سميات لاعبين قدماء ومؤطرين اللي اطروا داخل الفريق ما توصلوش بالسلعه، ما توصلوش بالتذكيره، حتى هذيك التذكيره باش يدخل ما توصلوش بها. وكيفاش كتشوف هذا الاقصاء؟ يعني منهم نقول لك انا على الفتح هذه باش نكون واضح معاكم، منهم عبد السلام بن غوزي. عبد السلام بن غوزي راه دربنا ودرب شحال من لاعب واشتغل في فريق شباب محمدية. يعني انا غفي الحال اللي كنسمع بحال هذا. اذا هنايا ما كنقولش بان راه الرئيس دار، حنا غادي نشوفوا الرئيس من ناحيه، انا كنهضر الجانب الايجابي من ناحيه ديال
الفكره، ومن ناحيه ديال التمويل، ومن ناحيه ديال 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 فريق شباب محمديه كان في القسم ديال الهواد، دابا الان في القسم الوطني الثاني، عطى اضافه. ولكن كنظن اللي دايرين به، لان ما يمكنش غادي يدير كل شيء بوحدو، راه كاينه اللجنه ديال التنظيم، كاين اللي كيعطي هذا الراي. انا اللي سولت على التذاكر اللي تعطاو قدماء اللاعبين، قال لي واحد المجموعه من قدماء اللاعبين هما اللي شرفوا على هذه الاسماء اللي دارت. انا ما غنقولش كما توصلت، توصلت في التذكيره ديالي. واش هاد المجموعه ديال قدماء اللاعبين، حنا من النهار اللي كنا كنلعبوا وسالينا اللعب، كنعرفوا غير واحد المجموعه هي اللي من هذاك الوقت حتى لدابا ديال قدماء اللاعبين هما اللي باقيين محتكرين قدماء اللاعبين. واش كانوا، واش كاينين عيل هما؟ راه دازوا اجيال، واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاجيال اللي دازوا في فريق شباب محمديه، وتا هما بصموا، وتا هما حملوا قميص ديال فريق شباب محمديه، وحملوا قميص ديال الفريق الوطني. اذا هذه من ناحيه ديال ولكن اللي عاوتاني النقطه اللي هي سلبيه، وهو اللي كنشوفوا حنايا لعابه لاعبين اللي مارسوا السنه الفارطه في البطوله ولعبوا كقدماء اللاعبين. واش ما كاينش قدماء اللاعبين؟ انا جاتني دعوه لعبت في المقابله الاولى، ماشي من عندنا اللجنه المنظمه، جاتني من عند عيل اصدقاء خارج مدينه المحمديه باش نلعب معاهم، ولكن حصل لي شرف ملي لعبت مع اسماء اللي جيت كنشوف كاينه اسماء وازنه، ميري كريمو البوساتي اللي هو هداف ديال البطوله، باقي الان هداف ديال البطوله، ابرامي بن شريفه، هدامو ديال الجيش، يعني واحد اسمح لي الا نسيت شي وحدين، لائحه طويله، وبقول في بعض الفنانين وبعض الصحفيين اللي لعبنا معاهم وضحكنا وداز كل شيء، داز كل شيء مزيان الحمد لله. اذا اللي حنايا كنخرجوا من مدينه المحمديه كيكبروا بينا داخل مدينه المحمديه، كيصغروا بينا، كيهزوا بهاد قدماء اللاعبين ديال شباب محمديه كاملين، وسيرتو اللي في واحد الفتره اللي لعبوا مع الحاج احمد فراس، اللي كنجيو نشوفو كنلقاو مثلا الا كانت واحد الاضافه غتعطي واحد الاضافه بحال جارو جميلة، مرحبا، هذاك لاعب دولي لعب كاس العالم، كافو لاعب دولي مرحبا. ولكن راه عندنا حنايا لاعبين، حنا اللي غادي نجيبو لاعب لعب في عل على الصعيد الوطني، عندنا لاعبين اللي تخصاو هنا في مدينه محمديه لعبوا على الصعيد الوطني. واش اللي كتكون شي حاجه في مدينه الدار البيضاء كتلعب شي يعني تكريم، واش كيعيطوا علينا من المحمديه كنمشيو؟ ما كيعيطوش علينا من المحمديه كنمشيو. وعلاش كتكون عندنا حنا شي حاجه في المحمديه كنعيطوا عليهم؟ هذا هو السؤال. حنا مرحبا بهم، ولكن هذا هو خاص، لان التكريم ديال واحد ابن مدينه المحمديه ولعب في واحد الفريق يكون ديال الفريق ديالو فرحوا به. هذا هو اللي كنقول لك بالنسبه للجنه المنظمه، قلت لك قبل بانه راه عندنا لاعبين اللي ما لعبوش، حتى هما راه حملوا قميص ديال الفريق الوطني، يعني هنايا راه حل له ناقش، راه اقصاء ديال بعض قدماء اللي حملوا قميص ديال الفريق الوطني. علاش؟ واش كاينه حسابات ما بين قدماء اللاعبين؟ هنا غنفتح غير القوس، واش كاينه حسابات ما بين قدماء اللاعبين اولا كاينه حسابات ما بين اللجنه المنظمه على هذا الاقصاء؟ حيت كاين بعض اللاعبين كما قلت اللي تقساو الابناء المحمديه اللي حملوا القميص الوطني، كاين نعطيو المثال ديال عبد الفتاح خطاري، كاين عاشق لعب حتى هو حارس مرمى ديال فريق شباب المحمديه، كاين مراد عيني لعب في فريق شباب المحمديه. اذا هذا الاقصاء ديال هاد ديال ابناء الفريق اللي كان خصهم هما اللي كانوا كما قال الزميل سي احمد، البيه اللي تعطات مكتوب فيها مباراه كريميه ديال اللاعب اسطوره احمد فراس قدماء شباب المحمديه ضد قدماء برشلونه. غادي نضيف لك واحد الاسم من هاد الاسماء، غنضيف لك واحد الاسم وغادي يعني هنايا حنا انايا ما كنقولش بان راه ضد الفكره ديال التكريم،
انا مع الفكره ديال التكريم، وبهذه المناسبه كنشكر الرئيس على هذه الفكره ولا هذه، ولكن يمكن لينا راه ما كاينش شي برنامج اولا شي حاجه في العالم كتنجح 100%، الا نجحت 80% راك ناجح. اذا غنضيف لك واحد الاسم، واش عادل الكاروشي اللي لعب ماشي ولد المحمديه، لعب شباب محمديه عادل الكاروشي، لعب في كاس العالم ديال الانديه، ولعب في المنتخب الوطني، حتى هو رائد المدينه المحمديه. ما توجدش الدواء. انا كنقول لك بان هنا احنا انا بعدا شخصيا كنهضر، ويمكن هذا الشيء يقدر، انا كنقولها وغادي نقولها لكم هنا، انا كنتكلم وكنتكلم بالصراحه، وما يمكنش غادي نعمل واحد التجميل في الكلام ديالي. لان حميد الصبار راه كيتهدد حتى في الاكاديمي ديالو. الاكاديمي اللي درتها كنتهدد فيها ولا غادي ده. انا من هنا كنقولها لكم كمنابر اعلاميه. هاد المسائل راه يقرب ليا شي واحد الاكاديمي، راه من هادو اللي غاديين يحاربوني في الاكاديمي ولا في هادي على هاد التصريحات ولا هادشي اللي كنقول، كونوا صارحين. راه ماشي حيط قصير حميد الصبار، ماشي حيط قصير. يعني لا غادي نمشيو نمشي في هاد المسائل مع هاد الانسان، وخا يكون كيما بغي يكون غادي نمشي معاه، وعارف الحرب لانه تسرقت انايا غادي غير بين قوسين فتحتها الاكاديمية، تسرقت ثلاثة مرات، وما يمكنش هاد السرقة تكون عل راه مقصودة. ما كاينش كاميرات كان يلا درت كاميرات، يلا درت كاميرات هاد العام هذا حتى الاخر ديالو حتى الشهر ثلاثة عدت الكاميرات، يعني حتى تقرصت حتى تقرص. وعلاش داروا هذاك الشيء ديال السرقه ديال ثلاثه المرات؟ باش حميد يتقلق ويطلع ليه الدم ويزيد في حاله وينسحب ويخليها. حنا كنعرفوا وكنعرفوا وكنسمعوا على اللوبين اللي كاين ديال اللي كيحارب الرياضه في مدينه المحمديه، هذا الشيء راه واضح وضوح الشمس في عز النهار. اذا واضحه واضحه الفكره، باش ندوز هذا الميساج، لان نهار اللي تكون شي حاجه انا كنقولها لكم، لان انا خاص تكون ندوه صحفيه وتحضروا معايا فيها هاد المنابر اللي كاينه. كما وجهتوا لي الدعوه، مرحبا على راسي وعيني، لان بكم انتم باش حميد الصبار كيتكلم وعطينا هاد الفرصه هذه، لان انا كنشكركم. يعني الفكره ديال التكريم كما قلت لكم، تقصوا قدماء اللاعبين ماشي ما تقصوش، لان حتى هذيك الجمعيه ديال قدماء اللاعبين دار واحد الجمع العام مؤخرا وترشح رئيس بالشفافيه وبالوضوح، وصوتوا قدماء اللاعبين على رئيس، ومن بعد هذوك اللي كانوا شي وحدين كانوا جايين عندهم واحد الغرض باش يوصلوا ليه الوقت اللي ما الرئيس اللي كانوا جايبينه مجدين وما داش، مشاو داروا واحد لان خاص واحد الترخيص من عند فريق شباب محمدي، من عند نادي شباب محمدي، باش دار هذه الجمعيه القانون الجديد ديال التربيه البدنيه ديال 039. شدوا هذاك الترخيص اللي كان دار هذاك الترخيص، شنو علاش تعطاهم؟ تعطاهم عيل باش دار جمع العام تاسيسي، وبقى عندهم ومشاو داروا رئيس اللي بغاو همايا. حنا عارفين بانه كاين اهداف، دابا اللي جا الرئيس هاد العامين جا رئيس ديال فريق شباب محمديه اللي عنده امكانيات ماديه وعنده يعني معارف وعنده هادي، كلشي باغي يتقرب ليه، كلشي باغي يوصل ليه، كلشي باغي يبروفيتي. هذا هو اللي دار فيه هاد التكريم، لان البطوله بقى مستمره. اخر كانت اخر مقابله هو هاد الاسبوع ديال وكان واحد المقابله النهائيه ديال البرتغال وسويسرا هنا اللي كانت. اما من ناحيه ديال المسائل اللي هي كما قلت سياسيه، حنا غادي نشوفوا مسائل رياضيه ونبروفيتيو في هذه المسائل الرياضيه اللي غادي تصاب في الملعب، وغادي الشباب المحمدي غادي طلعت القسم الوطني، صعدات القسم الوطني الثاني احترافي، وغادي تصعد القسم الوطني، غادي كنشوفوا ونتمناو ان شاء الله باش تصعد القسم الوطني الاول. هنايا نبروفيتيو في الرياضه. اما اللي غادي نوصل، انا دائما كنقول سياسه
اللي عول عليا فيها ما نجحش، ولكن اللي غادي توصل السي خالد انتخابات وغادي توصل للصناديق ديال الاقتراع ما تمشيش تصوت عليه ولا صوت عليه ولا كيبقى لك انت ديك الساعه الاختيار. يعني حنايا هذه الفتره ديال الرياضه خاصنا بروفيتو في هادشي ديال الرياضه والنادي بروفيتي في هادشي ديال الرياضه، ونكون كما قلتي نكونوا صريحين. نعم. ولكن اللي غادي توصل هذاك الشيء ديال الانتخابات راه كل واحد كيصوت على اللي بغى، ما يمكنش كل شيء. راه شحال من واحد مشى سنين هذه اللي كنديروا دار بغى يركب على الرياضه باش ينجح في السياسه وما نجحش، لان الرياضه ما كتخدم السياسه والسياسه كتخدم الرياضه. لان علاش؟ لان ما عمر الرياضه كتخدم السياسه، والسياسيين كيخدموا الرياضه، ملاعب القرب، البنيه التحتيه يوجدوها. ولكن يعولوا على الرياضه باش غادي تخدمهم، راه ما غادي تخدمهمش. اللي قلت في الاول ديال الحاج احمد فراس لا يعني، ولكن انت عسيله انت هو خاصو التكريم ديالو، ولكن يدار ليه انت هو. قلت انا ما تكونش هذه هي الاولى والاخرى، راه كاين عسيله كاين حدادي، يعني كاين ما هو كاين تكريم اللي هو مادي وتكريم اللي هو معنوي. كاين لاعبين اللي ما عندهمش حتى باش يشريو الدواء، كاين انا كنعرف لعاب كيشري بره ديال المرض الله ينجي ونجيكم ديال السكر، كيمشي على البحر كيصيد الحوت وكيبيعو باش كيشري. اذا فهمتي الكلام ديالك انه كان من الاحسن انه يكون تكريم لاحد اللاعبين اللي يعني اللي هما محتاجين قبل ما يكون شوف تكريم ربما الفرص. نكونوا واقعيين، انا كما هضرت بالصراحه وقلت النقاط هذه، راه كاين لاعبين قدماء اللي داروا عمليه وعاونهم الرئيس، هذه جانب منهم راكم عارفينهم، داروا عمليه ديال القلب وداروا دخلوا الكلينيك وعاونهم الرئيس. هذا انا كنقول لهذاك اللي دايرين بالرئيس، اللي دايرين بالرئيس هما اللي خالقين بعد يعني شوشو على هذيهم. خاصني السمعه ديال مثلا ديال هذا مع هذا مع هذا، يعني غنشوف غير الاكاديمي عندي انايا ها هي كتعطي الفريق شباب محمديه الفئات العمريه. نعم. جات مدرسه بلا ما نسميها لك، كتستافد ماديا، الاطور ديالها كيستافدوا من الفريق شباب محمديه، وكيستافدوا حتى في المعدات من الشباب محمديه. لمح لينا بها شكون هاد اللي يعني راه يعني كما قلت لك واش المسؤول عليها قدماء شباب محمديه ولا من الاتحاد؟ راه كاينين القراب القرار. نعم. يعني داخل راه داخلين في النادي كيشتغلوا في النادي، داخلين كيشتغلوا في النادي، يعني كيشتغلوا في النادي، يعني اللي عنده امه في العرس راه ما يباتش في العشاء. سي حميد عفاك راه واضحه سي محمدي ريال الشاور كيبخرها. صحيح. رجع معاك اللي شفت انا قبل من المقابله حتى الثمن ديال التذاكر شويه خلى الناس، اللي شفت انا ولا قريت خلال التواصل الاجتماعي قريت بان الناس جاتهم بزاف هذيك 150 درهم 100 درهم 50 درهم. ولا خلال العزوف ديال الجماهير ما تجيش مثلا الجماهير يعني اللي كتنشط الملاعب يعني كانت غضبه او شي بغضبه تقريبا على هذه المساله هذه. هذه اللي شفت انا التتبع ديالي من خلال التواصل الاجتماعي. هذه الاكاديمي ديال اللي دايرين ديال الشباب محمدي راه كيشتغلوا فيها قدماء اللاعبين اللي ما عندهمش. نقول لك الاسماء منهم عبد الطيف العراقي، ادريس وقاص اللي هو حمل قفال، مصطفى عبيلو هو لعب فريق شباب محمديه، مراد عيني اللي لعب فريق شباب محمديه ولعب في الرجاء ولعب في المنتخب، يعني كاين هاد الاكاديمي هادي و نقطة أخرى اللي بغيت نضيفها وهو خاص هاد قدماء اللاعبين يتجمعوا مع بعضياتهم، لأن دايرين هذيك السياسة ديال وحدين دايرين لهم هذيك السياسة ديال فرق تسود، راه ماشي في صالحكم قدماء اللاعبين باش ما يديروش شي تكتل في شي جمعيه مثلا. يعني راه داروا جمعيه ولكن هاد الجمعيه راه باش يتجمعوا وتفرقوا، دخلوا باش يتجمعوا وتفرقوا، لان كاينه سوء النيه وكاين اللي مدفوع. الناس خليو بغينا الناس النزهاء